كانت أستير ملكة بلاد فارس، ولم يكن زوجها الملكة الجميلة والشجاعة. كانت أستير ملكة بلاد فارس، ولم يكن زوجها الملك أحشويروش يعرف سرها، فهي كانت من شعب يهودية. وكان مردخاي أحد أقاربها يعمل في القصر الملكي وعينه عليها. قام أحشويروش بترقية مساعده هامان، فأصبح فخوراً جداً بنفسه. كان الكل ينحني له ما عدا مردخاي. شعر هامان بالإهانة، لذا قرر أن يقتل مردخاي واليهود جميعهم. قال هامان لأحشويروش بأن اليهود يشكلون خطراً ويجب أن يقضى عليه. وافق أحشويروش وحدد اليوم الذي يقتلون فيه. ارتعب مردخاي وأرسل رسالة إلى الملكة أستير. قال مردخاي: حاولي أن تغيري رأي الملك. أجابت أستير: إذا ذهبت إليه دون دعوة منه قد يأمر بقتلي. وقال لها مردخاي: ربما أنت أصبحت ملكة من أجل هذا الوقت بالذات. وافقت أستير بأن تقوم بالمحاولة بكل شجاعة، وذهبت إلى غرفة عرش الملك. اندهش الملك لجمالها ودعاها لتدخل. سألته أستير: هل يمكن أن ندعو هامان للعشاء معنا؟ كان هامان يبني مشنقة كبيرة في فناء منزله الخارجي، وكان يخطط أن يعلق عليها مردخاي. ثم وصلته دعوة الملك، فذهب هامان إلى القصر الملكي للعشاء. أخبرت أستير أحشويروش: هناك رجل يريد أن يقتلني أنا وشعبي، أي اليهود. سألها الملك: من يقدر أن يفعل شيئا كهذا؟ صرخت أستير: هامان الشرير، هامان، أيها الحراس اقتلوه. علق هامان على المشنقة التي بناها لمردخاي، وبفضل أستير نجا اليهود واحتفلوا وأقاموا عيداً كبيراً ما زالوا يحتفلون به حتى هذا اليوم.